بكم الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة المؤتمر الصحفي المفوضية العليا للحديث وإعلان الانتخابات ونتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في إلى هناك. جاءت الصهام المقدمة إليها أو إلى الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة لا تزيد على 7 أيام عمل من تاريخ ورود الطلب، وتبت الهيئة القضائية للانتخابات والطعن خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل من تاريخ إجابة المفوضية على الطعن. وقد نشرت المفوضية ظهر هذا اليوم نتائج الاقتراع العام والخاص على الموقع الرسمي للمفوضية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومراكز عرض النتائج ل19 مكتب انتخابي ولجميع الدوائر الانتخابية في المحافظات. وابتداء من يوم غد الثلاثاء ستتلقى المفوضية الطعون المقدمة ولمدة 3 أيام. وتود المفوضية إعلامكم أنه بعد إجراء عملية العد والفرز اليدوي ل8273 محطة في التصويت العام بموجب القانون الانتخابي ومقارنتها بالفرز والعد الإلكتروني كانت نسبة المطابقة 100%. وكذلك تمت المطابقة بين النتائج التي تم نقلها عبر الوسط الناقل وعصا الذاكرة وكانت المطابقة 100%. وبلغت عدد المحطات التي لم ترسل نتائجها 3181، منها 110 محطة بسبب خلل فني في عدد في هذا العدد، و 3071 بسبب تأخر الإرسال عبر الوسط الناقل في الوقت المحدد للإرسال، وسنقوم بإحضارها ونقلها إلى بغداد من جميع المحافظات، وستدقق أمام الإعلام والمراقبين والوكلاء بناء على إجراءات أعدتها المفوضية سلفا وقبل موعد الانتخابات. أود أن أوضح أيضا أخوتي الكرام موجز الأعمال للفترة من 5 إلى 11/10/2021 وعلى النحو الآتي: أولا، تم توزيع جميع مواد الاقتراع على مراكز ومحطات الاقتراع التصويت العام والخاص وفق خطة لوجستية وبالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا التي اشتركت معنا منذ البدء في إعداد خطة استمرت منذ تسلم مجلس المفوضين لمهامه واستمرت حتى يوم الانتخاب وحتى هذا اليوم، فشكرا الى اللجنه الامنيه العليا. ثانيا، تم استرجاع عصر الذاكره USB الخاص بنتائج الانتخابات وباستخدام الجهد الجوي وخلال 8 ساعات في عمليه التصويت الخاص والعام. كذلك تم استرجاع جميع مواد اقتراع مراكز ومحطات التصويت الخاص الى المخازن المؤمنه التابعه للمفوضيه. كذلك تم استلام استمارات 41 و42 استمارات التسويه والمطابقه للمحافظات تباعا. شكرا جزيلا اخوتي الكرام. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الساده الحاضرين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا اليوم الذي كنا نعمل عليه منذ تشكيل اللجنه الامنيه العليا التي شكلت بموجب الامر الديواني 35 لسنه 2021. هذا اليوم الذي وعدنا فيه المفوضيه العليا المستقله للانتخابات وكل شعبنا بان هذه الانتخابات ستكون انتخابات امنه وتجري بدون خروقات امنيه وتجري بدون التاثير على اراده الناخبين. هذه الانتخابات لاول مره تجري بدون حظر الاتجوال، وكانت الامور تجري بسلاسه عاليه. جميع القطاعات والوحدات التي اشتركت في تامين حمايه الانتخابات كانت قطاعات تعمل ليل نهار، والى الان وحداتنا وجنودنا وضباطنا ومقاتلينا من وزارتي الدفاع والداخليه وجهاز مكافحه الارهاب والاجهزه الامنيه الاستخباريه لا زالوا في الواجب لغايه هذه اللحظه ولحين اكمال النتائج وعوده كل الصناديق الى مخازن المفوضيه. عملنا منذ اليوم الاول مع المفوضيه المستقله للانتخابات
بالفريق الواحد. كذلك انتقلنا إلى جميع المحافظات واستمعنا إلى رؤية كاملة للمشهد الانتخابي وإلى المناخ الانتخابي في هذه المحافظات. كان هناك تقييم واضح من الأجهزة الأمنية والاستخبارية لكل محافظة تقيم التهديدات وكل إلى مستوى الدائرة الانتخابية من الدوائر 83 الانتخابية. أعددنا خطة مرنة وأتبعناها بممارسات عملية على الأرض. هذه الممارسات التي استفدنا منها كثيرا في تصحيح أخطائنا وعالجنا بها الكثير من السلبيات. أيضا كان هناك تنسيق عالي مع الإخوان في إقليم كردستان وزرنا الإقليم واستمعنا إلى خطط مدراء الشرطة وكان هناك تعاون مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان. أيضا كان هناك تعاون مع المواطنين من خلال تخصيص خطوط ساخنة للإخبار عن حالات المخالفات الانتخابية ومخالفات الانتخابية. يوم أمس وخلال يوم الاختراع ألقينا القبض على أكثر من 200 مخالف للتعليمات التي أصدرناها والتي كانت تنص على عدم التدخل بإرادة الناخبين وحيلوا إلى اللجنة القضائية التي شكلها السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى مشكورا. كل قطاعاتنا أسهمت في تأمين ووحداتنا أسهمت في تأمين بيئة انتخابية آمنة لم تشهد التأثير على إرادة الناخبين، لم تشهد مظاهر مسلحة، لم تشهد أي خروقات أمنية. شكرا لكل إخواني في المحافظات وأسائل اللجان الأمنية وحدات من الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات الوطني والأمن الوطني ووكالة الاستخبارات لوزارة الداخلية. كل هذه الأجهزة الأمنية إضافة إلى إخواننا في هيئة الحج الشعبي الذين لم يتركوا مواضعهم طيلة فترة الانتخابات. شكرنا إلى مكتب السيد القائد العام، مكتب السيد رئيس الوزراء الذين ساعدونا بكل ما نحتاج وكل معارضنا كانت تحل بشكل سريع. دعم كبير من السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، سخر كل موارد الوزارات الأمنية والخدمية لتأمين الانتخابات وتأمين احتياجات هذه اللجنة. شكري إلى أخواني في اللجنة العليا، شكري إلى أخواني المشرفين الذين أرسلناهم إلى المحافظات ليطلعوا على تفاصيل الخطط الأمنية. أشكر كل من عاوننا وساعدنا في تأمين انتخابات حرة نزيهة تليق بشعبنا تليق ببلدنا. هذه الانتخابات الأولى التي تجري بشكل منسق وشكل منظم وتنسيق عالي بين المفوضية وبين اللجنة الأمنية العليا. أشكر أخي وعزيزي الأخ القاضي الأستاذ جليل على تنسيقه ودعمه المتواصل، كذلك جميع الإخوان في المفوضية، الإخوان المفوضين كان هناك تعاون وتنسيق مستمر. كل الإخوان الذين ساعدونا في إنجاز هذه الانتخابات، شكرا جزيلا. إذن تابعنا مع حضراتكم هذا المؤتمر الصحفي للمفوضية العليا عن نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق وفي جميع المحافظات العراقية. بطبع النتائج الأولية من قبل المفوضية، نشرت النتائج الأولية الخاصة بالانتخابات في جميع المحافظات العراقية، وكذلك القائمين على الأمر صرحوا بأن الأمور جرت بسلاسة عالية في هذه الانتخابات وجميع القوات الأمنية من الشرطة المدنية والقوات المسلحة كانت متواجدة ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد لتأمين هذه الانتخابات الهامة. وكذلك الانتخابات جرت بسلاسة عالية والقوات ما زالت منتشرة في كل أنحاء البلاد حتى تعود الصناديق إلى مقر المفوضية العليا للانتخابات، وسيتم الإعلان تباعا عن النتائج الانتخابية ومن سيكون داخل البرلمان العراقي في الفترة القادمة، وكذلك تمثيل الكتلة الأكثر في البرلمان سيكون لها تمثيل أيضا أو تشكيل الوزارة القادمة في البلاد. وبالطبع هذه الانتخابات كان يعول عليها الشارع العراقي بشكل كبير وكان هناك اهتمام دولي ومحور دولي للانتخابات في العراق خلال هذه الفترة، لأن هناك بالطبع مزيد من المشكلات والانتخابات في الحقيقة كانت محط أنظار الدول وكان هناك مراقبة دولية لهذه الانتخابات شاركت فيها معظم الدول من خلال بعثات دبلوماسية وبعثات مراقبة دولية، وكذلك جماعة الدول العربية شاركت ببعثة ممثلة فيها حتى يكون هناك متابعة
لشأن الانتخابات ومتابعة لكافة التفاصيل الخاصة بها، وهل حدث أي انتهاكات أو مشكلات خاصة بسير العملية الانتخابية. لكن حتى الآن الجميع كان يشيد بما جرت عليه الانتخابات في العراق، ولم تشهد أي انتخابات أو أي عمليات تزوير أو ليست هناك أي مدللات على ذلك. وبالطبع هذه الانتخابات كانت مهمة جدا لتشكيل الحكومة، وبالطبع النتائج تتوالى ما بين حين وآخر ما بين عدد من المخالفات، قدرت بحوالي 200 مخالفة فقط هي التي رصدت حتى الآن في عدد من اللجان الانتخاب والاقتراع في المحافظات العراقية. لكن بشكل عام الأمور كانت أكثر استقرارا، وكان هناك متابعة حثيثة من الجهات الأمنية التي كانت تتابع للانتخابات بشكل كبير، وبالطبع كان هناك متابعة دولية لمجريات الانتخابات حتى أسفرت عن النتائج الأولية ومن سيكون المشكل لهذه الانتخابات في الفترة القادمة. نعود الآن مشاهدينا الكرام للمؤتمر من جديد لمتابعة أعماله، نتابع. مكتب رئيس الوزراء قدم الدعم الكافي والوافي والمتمثل بمدير مكتبه ومستشاريه لتأمين هذه المخازن، وكان السادة الوزراء متعاونين جدا مع المفوضية وسخروا وزاراتهم من حيث المواقع ومن حيث الحمايات وحتى الكوادر الوظيفية التي استعانت بها المفوضية من كوادر طبية وصحية وتربوية، الذي تجاوز عددهم من 360 تقريبا من الكوادر الحكومية. حرص مكتب رئيس الوزراء أن تكون الانتخابات عادلة وشفافة وآمنة، وعمل من الساعات الأولى كونه الرقم واحد في البرنامج الحكومي أن تجري الحكومة انتخابات عادلة وآمنة. نجد اليوم وبتقييم مهم جدا على عمل استثنائي حرصت الحكومة ودولة الرئيس عليه، هو فتح المجال أمام الفرق الدولية، وطلبت الحكومة بشكل رسمي من مجلس الأمن أن تكون فرق المراقبة حاضرة ومتاح لها العمل في العراق لوضع تقرير مفصل عن ما يجري من عملية انتخابية. وفعلا قدم العشرات من الأخوة الأجانب المعنيين بالرقابة الدولية، وفي نفس الوقت شرعت شبكات الرقابة المحلية ومنظمات المجتمع المدني المحلية بأداء ملاصق للمراقبين الدوليين بما تمتلك هذه الشبكات من خبرة عالية، وبالتالي كانت العملية مراقبة من قبل منظمات المجتمع المدني ومن قبل البعثات الدولية والمراقبين الدوليين ومن قبل الإعلام. كل هذه المفاصل كانت حاضرة في مركز الاختراع على مستوى المحطة. أمنت الحكومة بلجنتيها بين أشخاص المفوضية، وأمنت الناخبين، وأمنت المرشحين، إلى أن وصلت النتائج اليوم لتطبقها بكل استقلالية وحياد وبدون أي تدخل حكومي أو حزبي أو سياسي، كون هذه الانتخابات
هي الأولى من نوعها تجري في العراق، على أن يكون القائد العام للقوات المسلحة هو شخصية مستقلة وغير مرشح. فلذلك كان الأداء كما نعتقد كحكومة مرضي. وكذلك الآن نستمع إلى تقارير البعثات الدولية والمراقبين والشبكات الدولية إنها جرت بنسبة عالية وبمهنية وحياد. نعتقدها هذه الانطلاقة هي الانطلاقة الأولى لما ملكته المفوضية من خبرة عالية خلال مدة وجيزة جدا وأداء حيادي رائع ممكن أن يؤشر بوضوح. كذلك القوة الضاربة للقانون المتمثلة بالقيادة العامة للقوات المسلحة بشتيها العسكري والمدني كانت جهد حاضرا جدا وموجود بوجود مجلس القضاء الأعلى، كون هذه الانتخابات أول انتخابات انطلقت فيها عقوبات حقيقية لمن يحاول أن ينتهك سير العملية ولمن يحاول أن يضغط على الناخب أو المرشح. فكان لمجلس القضاء دور كبير بأن سخر جميع محاكم التحقيق حتى في أوقات الإجازات كي يستقبل ممن تقارهم من القوات الأمنية. وبالتالي كانت هذه السلسلة المتكونة من الحكومة والمفوضية والقوات المسلحة ومجلس القضاء، هؤلاء الأربعة هم شركاء في هذه النتائج. نشكر حضوركم ونشكر تواجدكم ونشكر الفرق الدولية تماما، وندعوها أن تكون حاضرة وأن يكون المجتمع الدولي حاضر معنا في كل خطواتنا لبناء بلد ديمقراطي محايد يتسم شعبه ويمارس العدالة. شكرا جزيلا.